سيرته ما بتشبه سيرة أي ممثل تاني. سيرته فيها وجع، فيها بعد عن الأرض، فيها احتلال، فيها مقاومة، فيها قرارات صعبة بعتقد أنه دفع ثمنها كتير غالي. أنا بعتقد أنه صار الوقت أنه خالد القيش النجم المحبوب المعروف يخبر قصته. أولكن رح يخبرنا شو القصة؟ يا هلا يا هلا، أشرقت الأنوار. كيفك أستاذ خالد؟ ماشي الحال؟ مبسوط جداً بوجودك. وأنا كمان، أنا المبسوطة كتير. كيفك؟ والله تمام، رواق. كيف كل شيء؟ هلا عائلة. أنا صرت أحسن بكتير. وأنا كمان صرت أحسن. بدي أرجع لخالد الصغير، خالد الخلق بالجولان. أوف، ترجعيني لهني؟ إيه دغري. أوكي. تحت الاحتلال، كيف بتكون طفولة ولد ببلد أو بمنطقة تحت الاحتلال؟ سؤال صعب كثير. الاحتلال الإسرائيلي. صعب كثير هو السؤال بيني وبينك، لأنه ما في إدراك بالبداية. يعني المشكلة إنه بالطفل بيسأل أسئلة كثير ما بيقدروا يجاوبوه عليها. يعني أنا كنت بتذكر بس وعيت شوي، يعني صار عمري شيء 7 سنين 8 سنين، كنا بالثمانينات، أول الثمانينات. أيه. تطلع مظاهرات بجنان ضد الاحتلال الإسرائيلي، فنطلع نشارك نحن، بس ما نعرف إنه يعني شو يعني احتلال، كيف أهلينا عاشوا الحرب ونحن ما كنا موجودين، كيف كان في عنا دولة وكان في عنا وطن وانسلب منا بسبب الاحتلال. أنتوا بتعرفوا الاحتلال، ما بتعرفوا كيف لا كان؟ أطفال ما أسئلتنا يعني عفوية وبسيطة، وكانت هيك يعني مثل ما بتقولي أسئلة طفولية، ما فيها أسئلة مثل ما إنه العلاقة بالسياسة والقصص هي. ليش نحن ما بنروح على الشام مثلا؟ أيه. يعني كان هذا السؤال دائما، ليش ما بتاخذونا على الشام؟ شو كانت تجاوبك؟ مين؟ الوالدة أو الوالد؟ والوالد، يقول إن شاء الله قريبا. بس فما كنا نعرف. لا بعدين بس كبرنا شوي شوي عرفنا شو يعني إنه بلد محتل. هدول الناس ما تركوا أراضيهم، ضلوا متشبسين بالأرض وحافظوا هويتهم السورية. اكتشفنا بعدين إنه نحنا بالنسبة إلنا كأهل الجولان نحنا بقمة الوطنية، لأنه نحنا فعلاً عم نتصدر للاحتلال ونحنا بأرضنا وبقلب الاحتلال وتحت الاحتلال. بأي عمر هيك حبيت تكون ممثل؟ من أنا صغير كان عندي إحساس دائماً إنه حصير ممثل. إيه. كنت شايف هال كان في رؤية مثل ما بيقولوا ديجافو، يعني هيك ديجافو. فصارت هيك القصة إنه أنا بيوم من الأيام بدي يصير ممثل. يعني سبق أن شوهد هالمشهد أو هالحالة. ايه. فكنت كتير متمسك بهذا الحلم. شو كنت تشوف بهاي الديجافو؟ يعني كنت شوف حالي، بس مو شوف حالي على التلفزيون، كنت شوف حالي إنه واقف على مسرح، ناس عم تشوفني عم بعمل أداء شخصيات. كنت قلد كتير اللي عم بممثلين اللي موجودين بالتلفزيون اللي نعرضوا عنا. يعني بس تحضر التلفزيون؟ كنت أحضر. مين كنت تحضر ومين تأثرت ومين كنت تقلد؟ كنت أحب كتير ناجي جبر الله يرحمه. ايه الله يرحمه. وكنت طبعاً قلده، يعني لأنه بتعرف صح النوم وهي المسلسلات. اللي كانت مع الأستاذ وريد لحام والأستاذ نهاد قلعي الله يرحمه. فكان بالنسبة لنا هاي الدراما اللي بنعرفها نحن، لأنه نحن بأرض محتلة كان يطلع عن القناة الأرضية، ما كان في فضائي وقتها. فكنا نشوف هدول القصص اللي موجودين على التلفزيون. بعدك بتعرف تقلده لناجي جبر؟ يعني شوي كبرت. خليني شوي هيك أنا وياك نعيشها، لنعيش هيدي اللحظات بالطفولة اللي وصلتك لهون. كنت مثل ما هلا أضرب شواربي وكذا، واستمجلس شلونك، ابني ربك، شلونك حبيب، اسمع لأقول لك كلمتين من أولها لآخرها باطل. إحنا يعني هيك أشياء تبع العلاقة بهي القصص كانت. تقلدهم لبيك يعني؟ لا لرفقاتي، لبي رواد روسي اللي فقال لي بلال هي مو شغلة. فأنه وكان أنا يعني أخي فارس كان له هيك تأثير قوي علينا نحن. خيك فارس الكبير. فهو درس بالشام بسنة 77، من أول الطلاب اللي إجوا من الجولان بمنحة دراسية إلى دمشق. ابنك فارس؟ وابني فارس. أبو فارس؟ أبو فارس. إيه. الله يخليك. على اسم أخي فارس. فتخرج ب83 ورجع على الجولان كطبيب. فكان هيك يعني هو الأمل اللي فيني أعمل مثله، يعني فيني أرجع الشام وأدرس، فيني أشوف الشام يعني بالأساس. هون أخذت أول خطوة، يعني أنه أنا بدي أدرس بالشام. بأي عمر؟ كان عمري شي 10 سنين تقريبا. وأي سنة انتقلت على الشام؟ كان عمري 18 سنة 19 سنة، أول ما خلصت بكالوريا. يعني وقت اللي توفى بيك؟ وقت توفى بي. لا وقت توفى بي أنا أجيت على الشام وأنا موجود بالشام توفى أبي. فتوفى أبي بشهر 1 سنة 97.
فما قدرت ارجع. نحن القرارات اللي بتصير بالاحتلال لها علاقه بانه انت بتطلع بشهر 6 من جولان بترجع بشهر 9، يعني شهرين صيف بتضل عند اهلك، والسنه الدراسيه كلياتها انت موجوده بجامعه دمشق عم تدرسي. شو ما بيصير معك او شو ما بيصير مع اهلك من هنيك، انت ما بتقدري تعملي شيء، فقط من شهر 6 لشهر 9 بترجعي لهنيك، تفتح الحدود مره واحده فقط. عندك هالشهرين اللي بروح فيهم وبرجع. فانا توفى ابي بشهر 1 بال 97، فضليتني موجود. ما قدرت روحه، بس رحت على الجولان بشهر 6. الناس تجي تسلم علي وتقول الحمد لله على السلامه وتعزيني بنفس الوقت. فانا اللي حظي السيء انه ما كنت موجود لا بجنازه ابي ولا بجنازه امي، يعني. وهي ضريبه حرقه، هي ضريبه، انا يعني ضريبه الاحتلال اللي هو مو بس سلب الارض، سلب المشاعر الانسانيه وسلب الاحاسيس وسلب كثير اشياء يعني بتعني لي انا. ففي عندي هيك رده فعل شوي قاسي، لانه يعني حرمني من كثير شغلات كنت لازم اكون موجود فيها وشريك فيها. يعني قبل ما أوصل يعني لوفاة الوالدة اللي كمان كان كتير قاسي، أنت أخذت قرار أنه ما بدك ترجع على الجولان. بأي عمر؟ كان عمري 23 سنة. ليه أخذت هالقرار؟ لأنه حسيت أنه ما في مستقبل هنيك للطموح اللي بدي إياه. بالتمثيل أنا درست معهد عالي للفنون المسرحية، هاي الدراسة لها علاقة بالمسرح والتلفزيون والسينما. إذا بدي أرجع على الجولان كنت لازم أكون دكتور أو صيدلي أو مهندس، يعني قادر أشتغل فيها لهذه المهنة هنيك، يعني بفلسطين المحتلة. يعني أنت إذا رجعت على الجولان ما بحق لك ترجع على الشام، لأنه خلصت الدراسة. يعني السبب المغادرة هو كان فقط الدراسة. وأنا بس درست المعهد العالي في المسرحية كان في عندي أمل أنه أنا ممكن نعمل شيء له علاقة بالمسرح بالجولان، نعمل شيء فني يعني. ولكن نحن كمنطقة شوي هيك عليها صراعات كتير، وهي عدد سكانها قليل. يعني اليوم نحن عدد سكانها شي 22,000 نسمة. ما بقدر أعمل، يعني ما بقدر وصل الصوت، ما بتقدر تحقق وصل صوت ناسي وأهلي والناس اللي عايشين فيها. بينما لأني أخذت هذا القرار أنه أنا ضل بالشام وكمل. قدي كان صعب هالقرار؟ كتير صعب، أنه خلاص أنت بتعرف أهلك وطفولتك وذكرياتك نقطع الحبل السريري مرة تانية مثل ما بيقولوا، فعرفتي. فأنا عرفت أنه ما عاد رح أرجع. فكانت الوالدة الله يرحمها تقول لي أنا بالنسبة لي يعني حلمي إنك بس ترجع على البيت، يعني نشوفك بيتك اللي ولدت فيه. لما تسمع هالكلام من الوالدة، شو كان اسمها الوالدة؟ زهية. زهية، لما كنت تسمع من ست زهية هالكلام شو كنت تحس؟ يعني شو المرارة اللي تحسها؟ كنت يعني يصير في شخصين جواتي، واحد بيبتسم له وبيقول له طولي بالك شو بدنا معقول، خلص إن شاء الله بكره بده يصير سلام وبرجع. وجواتي بعرف إنه كثير صعب الموضوع وبعيد وكبرت وانا كبرت، ويعني كنت احس انه ما رح احقق لها هي الامنيه. فكان صراع داخلي كثير بيني. كنت تبكي؟ كنت بيني وبين حالي كثير. اي والله. شي مره بكيت لها على التليفون عم بحكي لها؟ لا ولا مره حسستها انه هيك ابدا. بس بينك وبين حالك؟ بيني وبين حالي دائما كنت احس انه في غصه دائما جواتي. هي كانت من احد الاشياء الكثير صعبه وكل فتره بتذكرها يعني. للأسف هي قدرنا يعني، بس أنا قوي وبعرف أنا موجودة حواليه وين ما بروح وين ما بيجي وبشغلي وبعملي ومع عائلتي مع أولادي، فدائما بحكيها وبسألها. هلا بعد بعد رحيل ورضياني عني. رضياني عنك؟ حاسس فيها هلا أنت؟ إيه طبعا طبعا. بتحس دعواتها؟ بتحس بشو؟ بحس ب بطاقتها اللي موجودة حواليه. في طاقة دائما يعني بس اذكرها أو بس اتذكرها توصلني رسائل لها علاقة فيها. يعني أنا في كانت أمي بتسمع هيك غنية كانت تحبها اسمها الأماكن كلها مشتاقة لك. فكنت الأماكن كلها مشتاقة لك. مرة هيك
كانت تحب تسمعها الوالدة؟ كانت تسمعها لأنه بتذكرها فيني دائما، فهي هيك كانت تقول لي يعني. وأنت هلأ بتسمعها؟ أنا بس اسمعها بتضايق شوي أحيانا، بس مرة من فترة شي شهر ونص كنت هيك غاصص شوي، كان في عندي هيك تعبان بشكل عام يعني، فالصدفة بالسيارة فجأة فكرت فيها يعني، يعني سكرت أمي يعني، قلت يا ريتني ريتها موجودة بس دق لها يعني هيك أحكيها فويس أو أي شيء يعني. عم طلعت الأغنية ف... تعتبرها هيدا إشارة؟ وقفت يعني، وقفت على اليمين بالسيارة، كانت وقفت على اليمين وهيك حكيتها يعني. شو قلت لها وقتها؟ قلت لها شكرا كثير انك موجوده ولساتك بحياتي وعم تعطيني قوه، فانا كنت عم فكر بشغله فحسيت انه هي عم تقول لي ايه معلش ايه اعمل اللي انت عم تفكر فيه. عندي هاي القصه انا يعني عندي هيك ايمان بالطاقه كثير يعني، بحب هذا النوع يعني، بحب هذا النوع انه هلا بهالحديث عم نحكي عنها، هلا شو عم بتقول لك تخيل انت؟ مبسوطة مبسوطة ايه مبسوطة فرحانة ايه مبسوطة. كنت تشكيلة همومك؟ ابدا ما كنت حسسها ابدا باي مشكلة، بس هلأ ما طالع عبالك تشكيلة؟ في هموم كتير، في اثقال، في اذا بدك تشكيلة هلأ صارت تعرف بدون اشكيلة يعني. شو بتقلها هلأ؟ امي انا او شو كنت تقلها؟ امي ماما شو؟ امي كنت تقلها. طب اذا بدك تقلها هلأ يا امي هيدا الشي موجعني؟ هلأ هي عم تعرف لحالها بدون ما إلا يعني. أنا اللي عم بيصير هو يعني ما بدي هيك أحكي لك بطريقة العلاقة، بس هي وجدانية كتير الفكرة اللي يعني أنا هيك بتعامل مع الأمور بشكل عام يعني. أنا في شيء وجداني بتعامله بحياتي الشخصية، ما بتعبر عنه بالكلام؟ قليل كتير قليل كتير يعني. أنا شوي بغب يعني. أنت أساساً شخص ما كتير بيعبر عن مشاعره وعن عواطفه بس عاطفي. بالفن بحب أعبر، بس بالشخصي ما بعبر يعني. بشغلي ممكن هذا المجال اللي بقدر أعبر فيه. كم مرة شفتها بعد ما تركت الجولان؟ شفتها 8 مرات فقط. كنت من 2003 كنت تشوفها بالأردن؟ كنت تشوفها بالأردن. آخر مرة عرسك ولا بعد؟ لا عرسك؟ بعد عرسي. بعد عرسي أنا كان يعني أهم شغلي إن تشوف أولادي، فكنت دائما بعد تزوجت، بعد ما تزوجت ب3 سنين شافت فارس، بعدين ب2 سنين شافت أصيل تاني كان عمره 7 شهور وبعدها ما عاد. أنا شفت صورتها ما شاء الله، هالوجه اللي بشع نور وهالهيك الحجاب الأبيض يعني وجه يعني وجه كله هيك. يا ريتني بشبهها. لا تشبهها أكيد. أنت مين بتشبه بالمناسبة؟ الوالد. بشبهها أبي أكثر شوي بالشكل. تشبه الوالد. الوالد هالتعلق بالأم يدرس يعني. أوكي كتير ناس معلقين بأمهاتهم. رحل الوالد ورحلت الوالدة، اليطم الحقيقي حسيته بس رحلت الوالدة؟ ايه أكتر. بس صار في عندي شغلة بدي أقول لك إياها، صار في عندي شغلة لها علاقة بالوالد وقت ما جبت ابني يعني. قبل ما أجيب ابني كانت أمي وتذكرها بأكيد يعني، بس كنت صغير يعني كان عمري 18-19 سنة وقتها. بس أبي يعني كان رجل يعني ما في يعني ما بيعرف يعني. إحنا الشرقيين بشكل عام ما بنعبر عن حنيتنا كرجال، بس فما بالك ابن الضيعة يعني كمان ما بيعبر أكثر عن حريته وعن عن حبه. ليه بتعتبر هالشي هيك يعني؟ هو قاسي. بيقلل؟ مو بيقلل، بس هو يمكن عادات، يمكن طبع، يمكن له علاقة. عندك قسوة؟ ايه انا يعني مخدها من الارض، مخدها بالضبط. في شيء انه لا الولد يعني الولد لازم يكون رجال يعني. لا يعني لابنك هيك لازم تتعاملي معه، هيك المنطق. انت هيك بتعامل بتعلم ولادك؟ لا في لا اقل طبعا، غير يعني غير طريقه التفكير هلا يعني تطورت الدنيا وكذا. بس وقت ما ولد ابني فارس حسيت قديش ابي بحبني وانا ما بعرف. ما كان يعبر لك؟ ما كان يعبر لي، وأنا نفس الشيء يمكن يعني. أنا حسيت بقيمة ابني عندي وقت ما طب شفته. لما حسيت عبرت يعني اتفاديت هالمشكل، لأنه بآخر شيء منقول طب ليه ما بيعبروا أهلنا إذا بالضبط. كانوا بس أنا بعبر يعني، بعبر أحياناً، بس يعني أحياناً نحن شو مفكر بيموع يا أخي الولد إذا أعطيناه وش كتير يعني بشكل عام. بس أنا بجي بوسه ونايم أحياناً
وبكون نايم، فصرت أقول إنه كم مرة أبي بيجي بوسني وأنا نايم وما بعرف. عرفت الأسئلة اللي بتصير يعني، بس تصيري أنت بقلب التاني. هذا ما بتعرفيه غير اللي يصير عندك ولد. لزوجتك بتعبر كمان خفيف كتير. الله يعينك. ابتسامات. شو ذنبك؟ ما بعرف، هي طبيعة. كل هالتعبير بالدراما، وهلأ عم نشوفك بهند خان ومغرام وعم تلعب لها فيولون. طبعا بعبرهم بالتمثيل، بقول لها هدول ما بس إلك يعني يا حرام، بالتمثيل قد ما بدهم ياخذوا، بس بالحياة لا لا، بعبر بس مو مثل التمثيل أكيد يعني. طب إذا طالما هلأ من بعيد بتعبر وطالما بالتمثيل، نحن هلأ عم نحكي وهي بعيدة وفي كاميرا، يعني فيها نعتبر مثل التمثيل، إلا شيء عن جد ما قلته ولا مرة قلت لي لزوجتك، شو اسمه؟ اسمها ياسمين. ياسمين، الله اسم حلو. ايه. إلا لياسمين شيء ما قلت لي ولا مرة بحياتك. بس ما بتطمع؟ لا لا، من عندي خدها مني، ما بتطمع. إلا إنه عزائي الوحيد أنا بغربتي وبوجودي بالشام بدون أهل هي ياسمين. عوضت ياسمين. عوضتني كثير. عوضت عن غياب الام، بتعوض الزوجه عن غياب الام احيانا، بس مو كامل، بس يعني بتسد محلها ببعض الاحيان كثير. فبشكرها من قلبي، لانه عن جد كانت واقفه جنبي بالعشر سنوات هدول اللي متزوجين، كل الوقت بكل ظروفي، تحملتني بشغلي وبتعبي وبسفري وببعدي عن البيت، وتحملت مسؤوليه الاطفال، وكانت ربة منزل يعني ممتازة، شايلة عني كتف كبير يعني. قد ايه تحملت غربتك بالشام؟ أنت بالشام كنت و 18 سنة شاب يعني، ما بعد الحياة كتير بدها تختبره وبدها تصارعه، حسيت بغربة أو احتضنت بالشام؟ مهنتي كانت هي اللي هي يعني الملجأ الوحيد، لأنه كان عندي أصدقاء كتير من الوسط الفني ومن رفقاتي اللي قراب ولهلا موجودين، يعني اللي هن من رفقات الدفعه اللي كانوا معي بدفعتي، ومن سنه ال 97 98 لتخرجنا يعني. هدول لهلا رفقاتي، هلا بحكي لهم اسراري، لهلا اني يعتبروا مثل اخواتي. ما حربت؟ حربت؟ ايه يمكن، بس ما بعرف. الانسان يحارب يعني، خصوصا بعالم الفن وبطريق اجباري، بس هي انا ما بقول انه حتى لو حربت، انا ما عرفت يعني، ما بعرف اذا هذا حربني. بس بهيدا العالم في حروب أكيد. كثير بعرف، اكيد صاير هلا بعد في حروب، واكيد بتصير اشياء من بدون ما اعرفها من ورا ظهري وقصص انه لا وكذا، ممكن في اذى، بس انا ما عرفت انه في حدا اذاني. ما انظلمت فنيا خالد؟ يمكن يعني بدي اقول لك شيء، لما شفناك بدقيقه صمت بالدور الرائع، كتار قالوا هالفنان كان مظلوم، يعني كأنه هالدور إجا هيك نفض غبرة عن جواهر موجودة كاملة فيك. هلأ شوفي، لأقول لك شغلة، دقيقة صمت بالذات هو عمل شوية ردة فعل عند الناس. أنا شاغل قبل دقيقة صمت أدوار أنا كتير بحبها وواصلة للناس، أدوار تاريخية كمان. أدوار تاريخية وأدوار اجتماعية، يعني من التغريبة الفلسطينية لذكريات زمن القادم كان عندي دور صغير من مسلسلات اللي كنت أنا بالنسبة لي يعني حتى الدور الصغير أنا أتبناه، ولكن كانت الدفة ماشية باتجاه النجوم الأساسيين اللي بالأبطال المسلسل، فكان هون ياخذوا القطعة الكبيرة من الكيك. ما نعطيت الفرصة، نعطيت الفرصة بدقيقة صمت، بس طولت شوي لأنه كمان في يمكن أنا وكتير ممثلين بالشام نلبق لنفس الأدوار، يعني نزبط بنفس المكان، بس هذا المكان في ناس لا اسمها وعاملة قبلي بطولات، فلا منتج بيقول لك بيستغل نجومية الشاب اللي قبلك، بعدين بيصير في شيء تاني يعني. حصدت بعد دقيقة صمت ما كنت متوقعه، يعني دقيقة صمت مثل ما قلنا صلت الضوء على هالموهبة وأعطت هالنجومية اللي أنت بتستحقها أساساً، من بعدها يعني كان لازم تزيد العروض. اجت العروض بعد دقيقة صمت، اخذت الفرصة المناسبة، يعني المفروض الفرصة الافضل. ايه بس انا شوفي الفكرة رابعة، اقول لك اياها بصراحة، انا شخص بحب اطلع على السلم درجة درجة، يعني ما بحب نط، لانه بشكل عام اذا ما كنت أدي المسؤولية انا راح اسقط يعني.
بدقيقة صمت أنا كنت قلت له للأستاذ شوقي الله يرحمه. الله يرحمه. إيه. نتذكره دائما نحنا لأنه هو شخص أنا بالنسبة لي شخص. نزلت له بوست كتير حلو كتبت آه. كلام بجانب. لأنه كتير بيعنيني الزلمة لأنه أنا خسارتي كان بـ 2019 يعني. هي شوقي الماجري. شوقي الماجري وأمي بنفس السنة. أنا كانت بالنسبة لي كتير. كانت قاسية هالسنة. كتير قاسية لأنه كان الموضوع صعب بالنسبة لي كتير يعني. بس أقول لك شغلي. بس تتحقق يعني الظروف الملائمة من إنتاج وإخراج وكتابة وممثلين العمل بده يكون ناجح قولا واحدا. فهي الخلطة السحرية اللي بتعمل عمل مميز كان في دقيقة صمت خلطة سحرية. وقت ما عرض علي الدور أنا قلت له أنا ما بزبط يعني أنا كممثل. أنت توقعت أنك ما بتزبط؟ قلت له ما بزبط أكبر مني وعميد. قال لي بيزبط بس بقى نعمل تغييرات شوي. قلت له شو التغيير؟ أنا غير بالشكل. أنا كممثل تشجعت كتير. قلت له شو بدك جاهزين؟ فعملنا هذا المكياج وحلقنا الشعر وسوينا بس طلع أنا اقتنعت معه. فصار بالنسبة لي تحدي إلي إنه أنا أعمل هذا الدور وبيض وشه لشوقي الماجري حتى بشكل عام إنه هذا الزلمة تبنى إنه أنت تعمل هذا الدور. فكمان صار عندي مسؤولية أكبر. هاي المسؤولية طلعت نتائجها وأنا ما كنت متوقع هذا النجاح بصراحة يعني ما كنت متوقع إنه ردة فعل الناس بهي الطريقة على المسلسل. وكتير انبسط. غلي أجرك بعد دقيقة صمت؟ ايه. وكمان يعني كمان ما فيني انكر يعني وجود الأستاذ عابد فهد. غلي كتير؟ غليته كتير؟ لا مو كتير يعني على قده شو بقى نعمل؟ بقى نعيش. بس بشكل عام انه يعني هلأ صرت انا ما اشتغل اي شيء فلازم اذا بدي اشتغل راح اشتغل مسلسل او مسلسلين بالسنة ماكسيموم فضروري يعيش من وراهم لانه هي مهنتي اللي بعيش من وراها انا. بس كان دعم عابد فهد بالمسلسل كتير مهم بالنسبة لي. نجمة الأستاذ عابد موجود وكنت أنا وياه نتناقش كتير ودائما يشجعني اللي برافو كتير منيح عم تعمل أستاذ عابد. فمشان هيك يعني بس يكون في محبة بالعمل بيطلع نتائج كويسة. شي مرة خنت مرتك؟ شي مرة خنت مرتي؟ ليش السؤال يعني لأنه عم بختبر صدقك أول شي وتاني شيء انه انت بعالم تحت الضوء يعني انا بسمع لا. التعليقات مثلا اللي بتجيك الكومنتات اللي بتجيك على صوره مثلا ممكن الرجل هيك الايجو يعني يتاثر عنده. لا لك شغله هي بشكل عام قد ما كان الرجل في احيانا بيروح باتجاهات يعني خاصه اذا كان في حدا اهتم فيه مدري شو بعض الاحيان بس الخيانه كخيانه أنا بالنسبة لي مو خيانة الزوجة هي خيانة نفسك أولاً خيانة عيلتك. فإذا أنت قادر أنك تسيطر على العيلة وتمسكها فقد ما فيك لازم تكون ملتزم مو بس بزوجتك بأخلاقك أنت. شو يعني بروح ببعض الاتجاهات؟ يعني بيساير يعني بيساير وبيكون يعني مشاعره شوي هيك ممكن يضعف شوي بس بيني وبين حاله بيرجع يعني بيلجم هي هون اللي أنت بيخوف. سيارت؟ أنا ولكن لم تخن. لا 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 الخيانة بمعنى خيانة إنه إيه أنا أعمل لك الخيانة بالداخل أحياناً الواحد بيخون بدون ما يعمل شيء. إذا أعجب بحدا وقارنا هاي هلا زوجتي راح تعرف هذا الحديث إذا قارنا بزوجته هاي خيانة تعتبر. صارت يعني معك؟ لا لا لم تقارن. لا لا أنا أعمل لك أنا بالنسبة لي بقولك إياها بكل صراحة أنا قبل ما أتزوج كان في كنت حب وأعشق ويعني كان في عندي أصدقاء كتير وبعد ما تزوجت صار في عندي مسؤولية أكبر لأنه أنا كان همي الوحيد أنه أعمل عيلة يعني أعمل عيلة لأنه أنا في شيء فاقده بالعيلة ما عندي عيلة يعني. فكان هذا بالنسبة لي هو تارجت يعني هو هدف أنه أعمل مع حدا شريك يكون شريكي مو بس بحبه وبحبني لا يعرف كيف عم فكر لنعمل عيلة ناجحة وقد ما فيني بدي أعملها ناجحة يعني مصر وانا بس اتخانق انا ومرتي كلياتنا متخانقين طبيعي بس الا شو ما بصير بدك تضلك مرتي لاخر عمرك اف هيك من الاخر بالله ولا مره قلت لها حلي عني والزواج والطلاق الا انا المره الماضيه كنت عملها قلت لها يعني انا اذا بدي اندم بقول يعني كنت ما لازم اتجوز بس اتجوزتك فرح تضلك تندم على الزواج لك بدي اقول لك شغله خالد ما في بتخيل رجل وامراه ولا مره بين بعضهم الا ما ندموا على موضوع الزواج طبيعي ويمكن اذا مزوجين بيندموا على الزواج واذا مش مزوجين بيقولوا لا الزواج ما في مهرب من الزواج ما قلنا غنى عن الزواج قال لك شغله هي الفكره انا بالذات بما انه نحن بنحكي بصدق وفي ناس ممكن تحب وفي ناس ممكن ما يعجبها وجهه النظر بس نحن عم نحكي واقع ما في زوجين ب
يوم من الايام الا ما وصلوا مرحله انه كرهوا الساعه اللي تجوزوا فيها 100%. وهذا عند الطرفين طبيعي. صح. اللي بيضل لقدام هو التفاهم والاحترام. الحب موجود موجود، ولكن بصير عليه شويه بيخفت شويه غبره بده نفضه يعني. ولكن اللي لازم يبقى هو الاحترام الاساسي بين اثنين، وتقدير تعب الشخص الثاني، والشراكه اللي موجوده بين اثنين، انه كل واحد له جزء بحياتي وانا لي جزء بحياتها، بنكمل بعض. هيك بتعمل عائله منيحه. والمساحه، مساحه الحريه، مساحه الحريه طبعا. اخر شيء ما بدك مساحتك، لك انا ما اعطتني مساحتي كلياتها وانا معطيها مساحتها، متفقين على الموضوع؟ معطيها مساحه طبعا. خالد، نصيحه امك لك قبل الزواج او اول ما تزوجت شو كانت؟ يعني جمله ما بتنساها عن الزواج. انا اقول لك شغله، قل لي هذا سر. يلا. انا تعرفت على زوجتي وحبيتها يعني هيك وصلنا نحكي مع بعض. اجت امي مره على الشام، اول مره تجي فيها على الشام، قام شافتها. كنت ساكن ببناية طابق رابع، ما في أسانسير، لساتها عم تنكسر جديد، فالأسانسير مشغل. أمي كبيرة عمرها 72 سنة، فكنت أنا ساكن ببيت لحالي وشاري يعني ملك الحمد لله، وكاسي ومزبطه وكذا. فأجت أمي لعندي على البيت، قعدت 3 أيام بالشام ورجعت على الجولان. فأول يوم إنه هذا بيتي، اطمني ليكي، أموري عايش منيح، وهي سيارتي وهي شغلي، وبمشي طلعتها بالسيارة مشيت بها بالشام، يسلموا علي العالم، قلت لها شفتي ليكي بحبوني ومشهور، فاطمني. فما فيها تطلع على الدرج لأنه ما في أسانسير. صرت جبت كرسي بتنفتح هيك، حطيتها بالسيارة، افتحها حطها على الكرسي واحملها على الدرج لا توصل على البيت، ما بتطلع يعني صعبة عليها. شافت مرتي شربت كاسة مادية هي وياها، فطلعت بالسيارة قالت لي مين هي؟ قلت لها شو رأيك فيها؟ قالت لي مين هي؟ قلت لها يعني يمكن تزبط القصص. قالت لي فاتت على قلبي، انبسطت كثير. نزلتها بالسيارة قدام البيت، طلعت 4 طوابق ركض بعد ما طمنت، بعد ما شافتها عطتها القوة. طلعت، ما قلت لها ما بدك تطلع على الكرسي، قالت لا بدي اطلع لحالي، وطلعت لحالها. فكان بالنسبة لي هذا يعني بدون ما تحكي هيدي الموافقة والمباركة، يعني هيدي يعني خلص. وانا يعني انا وياها انا وزوجتي يعني بنحكي مع بعض ومتعرفين على بعض، وعم يعني عم نقرب من بعض، عم نشوف شو وضعنا وشو وضعي انا. بس انت من طائفة الموحدين الدروز، انتوا عندكم طلاق؟ عنا طلاق طبعا، بس موجود. طلاق بدون رجعة احنا عنا يعني خلص مرة واحدة، وفيك تتزوج مرة ثانية بعدين؟ فيني اتزوج بس مو هي. فصعب القرار يعني، صعب كثير هيدا يعني، هو قرار نهائي. بتآمن بالتقمص؟ يعني بآمن بجزء كبير منه. شو يعني؟ شو جزء كبير؟ لوين توصل فيه؟ بوصل بالأرواح اللي هي موجودة ما بتفارقنا، مثل ما قلت لك اللي لها علاقة بالطاقة، يعني أنا روح أمي ما بتفارقني. إيه. فبحس إنه هاي الأرواح ما راحت لمكان. يعني روح أمك موجودة بعدها موجودة على الأرض؟ موجودة، إيه موجودة على الأرض. ممكن ما طلعت عند رب العالمين؟ لا، بعتقد إنها موجودة لساتها. فعندي شو عم تعمل على الارض هالروح؟ عم تشوفنا. يمكن الحياه، يمكن نحن اللي عايشين هلا ميتين وهن اللي عايشين، يمكن قصه متبادله يعني، هن هلا مرتاحين. بتآمن انه ربنا ممكن يعطينا فرصه ثانيه لحتى نصلح اخطائنا بهالحياه؟ كل الوقت بيعطينا فرص، ونجي بغير حياه لحتى نصلح؟ لا، وحتى بحياتنا هي بيعطينا فرص كثير. الإله أو الرب أو الله يعني مثل ما بيتسمى، هو شغلة يعني ما في كلمات توصفها. أنت شو بتسميه؟ أنا بسميه الكون، كل شيء الكون. هو كيف بتصلي؟ معلش لو شيء شخصي، بس شيء شخصي، ما أنت بتعرفي كل شيء شخصي لأنه أنا بحياتي محكي. بس هن هيدول، أنا بصراحة هول الناس ايه؟ يعني بتعرفك النجم بس ايه؟ ما بتعرف الإنسان. أنا علاقتي مع رب العالمين علاقة كتير هيك خاصة بيني وبينه، بتعامل معه كأنه بيعرف كل مشاكلي وبيعرف عيوبي في صداقة؟ ايوه، في صداقة وفي يعني في بوح. يعني أنا الوحيد اللي ببوح قدامه هو رب العالمين، وبحكي معه بقول له يعني بقول له أنا تعبان، أنا هلا تعبان. بتعاتب ايه، بقول له ليش أحيانا؟ ايه بسأله، وهذا بيريحني.
وبحس انه دائما في شيء بيصلني مسجات انه سمعتك. اخر شيء طلبته من الله من رب العالمين شو كان؟ كان من هلا من شيء اسبوع كان عندي مشكله بالصحه العامه، بصحتي انا واولادي بهالمرض الكورونا والجائحه اللي صايره. فقلت له بس يعني لا تجربني، ارجوك لا تجربني بهي القصه، لانه انا ما بتحمل. بتخاف انه كثير بخاف. بس تعرف انه ممكن نحن نوصل، بخاف على اولادي يعني، ممكن كلنا ممكن نمرض ونصح وممكن ما حدا يسلم منا. بالضبط يعني الخوف من الشيء يعني يمكن بيكون اصعب بكثير من لما نوقع فيه. صح، ما بنعرفه نحن، بس ممكن نوقع فيه يمكن يكون اقل خطوره واقل وطأ علينا. يعني مسرسب بهذا الموضوع، مسرسب لانه انا قلت لك انا عندي العيله، هي اساس يعني، انا عملت كل شيء مشان هي العيله، فانا بخاف. الله يخلي لك اياهم. خاف كثير عليها، وبنفس الوقت بالنسبه لي انه يعني لا تجربني، لانه ما بعرف، انا ضعيف صرت يعني. انا ما كنت لك صراحه انا كنت قوي كثير، بس قررت اترك الجولان، كنت قوي وبس قلت لهم لاهلي انه خلص ما عاد بدي ارجع، رح ضل بالشام، ما عاد رح ارجع. طب كيف بدك تعيش؟ لانه بالنسبه له قرار صعب يعني لشاب عمره 18 سنه. اخواتي يعني الشباب فارس وحسين وصالح وصلاح وياسر كانوا يقولوا لي يعني من كل عقلك بكره بتصير على التلفزيون وتصير مشهور، يعني راح تشتغل شوي، ما في فنانين كتير، كل سوريا فيها فنانين، هلا انت بدك تصير ممثل. يعني اول بدايتي قلت لهم بدي اجرب، طب منين بدك تعيش؟ منين بدك كذا؟ فكان في شويه هيك انه ما في رؤيه لقدام انه ممكن خالد يصير. بس ما امنوا فيك صح؟ ايه، لانه معهم حق طبيعي يعني. انا لو كنت بحلهم نفس الشيء. من وين جبت القوه؟ من انت من داخلك؟ لانه انا كنت فعلا كنت قوي، كنت كثير كنت مصر على هذا الحلم. هلا منك قوي؟ هلا بعد ما جبت اولاد ضعفت، صرت جبان. صرت جبان، مو جبان بي، صرت خاف يعني، خاف اترك هالولاد لمين يعني، بمعنى انه انا ما عندي غير هالعيله بقلب الشام، اهلي كلياتهم وقرايبيني كلياتهم بالجولان، فانا اذا صابن شيء او صابني شيء، مين بده يقوم فيه؟ خالد رح ترجع قولك يوما ما على الجولان تاخذ اولادك؟ انا شايفها. شايفها؟ طبعا. قريبا؟ قريبا جدا. رح يصير في شيء، ما بعرف شو، حرب، سلام، ما بعرف شو هو، ولكن بعرف انه رح يجي اليوم. نحن بعالم متغيرات بالعالم العربي، تطبيع، معاهدة سلام، يعني في شيء عم بيصير بالمنطقة جديد. شو شايف؟ شايف حلول. وشو بتحب؟ أنا مع يصير. أنا بصراحة أنا مع السلام طبعا أكيد. أنت مع السلام، ولكن مع السلام اللي هو بياخذ كل حدا حقه، ومع السلام اللي هو بيعطي لكل إنسان. إذا ما اعترفت إسرائيل بالجولان إنه هيدي أرض سورية، ما رح يصير. الجولان هو سوري. إذا ما صارت هيك ما رح يصير سلام. الجولان هو هني عملوا، يعني إسرائيل ساوت إنه هو الجولان جزء. ترامب اعترف، ترامب ضمه، اعترف على يعني على ولاياته، مو على مو على أرضي يعني. هي أرضي وأرض جدادي، مو هو اللي بيقرر هي لمين وإذا إله ولا لإسرائيل ولا. هي سورية شئت أم أبيت يعني، أنت ما دخلك فيها، وقع قد ما بدك، ولكن نحن اللي ساكنين بهاي الأرض نحن اللي بنقرر لمين الأرض. يعني أنت الرؤية اللي شايفة أنه إسرائيل سوف تعترف أنه الجولان هي أرض سورية، وسيعود الجولان إلى سوريا، سيعود الجولان إلى سوريا. الشباب بالجولان والصبايا اليوم عندهم نفس رأيك؟ لا أكيد. شو رأيهم؟ رأيهم أنه خلاص يعني ما خلونا نحل القصة يعني. شو بتقلن للمتابعين لخالد القيش المحبين بالجولان تحديدا؟ بقلن انه كل الدم اللي نزل على هاي الارض هو دم مقدس، وكل شيء نعمل من اهلنا، من ابوك ومن امك ومن جدك كلياته، هذا لحتى توصل تعيش بكرامة. قد ما كان الاحتلال وردي وبيعطي وبيقول لك خذ اللي بدك اياه، هو مرت اب، إذا بدنا نسميه مرت أب، ما بيحبك، هو بيحب مصلحته. اللي بيحبك الحقيقة هي أمك، هي وطنك، فشو ما كان تشبس بأرضك وتشبس بهويتك ولا تتركها. الأم والوطن، شو حلو هالتعبير. رحت على المسجد الأقصى ورحت على كنيسة القيامة، وين حسيت حالك أكثر؟ وين الخشوع كان أكثر؟ باثنين، كل واحد له نوع، كل واحد له إحساس. في طاقة بكل مكان بتحسسك بوجود ملايين الأرواح اللي فاتت بهذا المكان وصلت ودعت،
انت بس تفوتي على الجامع على الاقصى وبتقعدي تحت القبه بس تشوفيها هيك بتحسي انه كم حدا صلى بهذا المكان من 1400 سنه عم تصلي العالم بكنيسه القيام من 2000 سنه عم تصلي العالم فقديش الطاقه اللي بتاخديها هني قديش تحسي بالسلام وهيك في 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 قشعريره بتجيكي يعني ان شاء الله يا رب كل حدا يعني عنده امنيه يزور هاي الاماكن يزورها يا رب تتحقق والقدس ترجع للوطن العربي طبعا بلا قياس بلا تشبيه نحن كمان هون عم تحكي عن الطاقه وقاعدين شو الطاقه هلا اللي حاسس فيها هي المكان انا المكان بالنسبه لي هيك خليتيني احكي كل شيء هي طاقه بعد في كتير بدنا نحكي قصص بدنا نحكيها خالد ايه بغير لقاءات انا وياك بس انا ما في حدا هيك بعز علينا بيجي لعنا ما بنقدم له هيك شيء لا يبقى يتذكرنا هيدا الهديه من بطل ديزاين لك خالد رقيش تحطها ببيتك وترتاح فيها وتنبسط فيها وانا بدي اتشكرك كثير انك فتحت لي شوي من قلبك شو شوي والله والله فرطيني وفتحت موفق بكل شيء بتعمله وعملت شكرا كثير لك وانا كثير مبسوط اني موجود معك كثير مبسوط وأنا شكرا أكثر. للشباب جميعا ولتعبكم ويعطيكم وانا اكثر شكرا ميرسي اقولكم رح يجي الوقت اللي خالد القيش وكتار مثله يرجعوا على الجولان